مشاهدينا الأعزاء، أغلبكم ممن يشاهدون فيديوهاتنا غير مشتركين بالقناة، وهكذا يفوتكم العديد من الفيديوهات المفيدة التي يتم نشرها. نحثكم على دعمنا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم جديدنا أولا بأول. جميعنا من أجل محتوى أفضل. مخترقين سرقوا ملايين الدولارات من أحد البنوك عام 2016. سرقة كانت الأكبر على الإطلاق، يقف وراءها منظمة مدعومة بكيان قوي. فما القصة؟ وما علاقة البنك الفيدرالي الأمريكي بالاختراق؟ وكيف حافظت إيران على نسبة من هذه الأموال؟ وهل تم اعتقال المخترقين؟ لكن قبل البدء، المرجو للاشتراك بقناة غموض وحقائق وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. بنغلاديش، هذا البلد المسلم الذي يقع بجنوب شرق آسيا، تعرض أحد بنوكها للاختراق بواسطة منظمة معروفة بأنها تستهدف أكثر المؤسسات أمانا بالعالم، سنكشف عنها خلال الفيديو. فخلال عطلة نهاية الأسبوع، كان يعمل عدد قليل من الموظفون الأساسيون وخاصة المسؤولين عن إدارة التحويلات الدولية التي تتم عبر نظام سويفت. هذا النظام يوفر شبكة عالمية تسمح للبنوك بأنحاء العالم بالتواصل لتأكيد تحويل الأموال عبر البلدان من خلال عملية رقمية بالغة الأمان. فماذا حدث هذا اليوم؟ خلال عطلة نهاية الأسبوع، في العادة يتم تسجيل المعاملات رقمية لطباعتها والاحتفاظ بنسخة منها، حيث يعمل نظام سويفت 24 ساعة يوميا. وصباح اليوم الأول من العطلة، ذهب الموظف المسؤول عن التحويلات الدولية إلى طبيعة الأوراق للتحقق من المعاملات التي جرت الليلة الماضية، ولكنه لم يجد مستندات مطبوعة، في حين أن السجل الرقمي يوضح حدوث معاملات بالفعل. في البداية ظن الجميع أنه مجرد عطل بالطبيعة لينتهي اليوم الأول دون كشف الاختراق، وفي اليوم التالي ظلت الطبيعة لا تعمل، ولكن بعد كثير من الجهد استجابت وبدأت بطباعة جميع المستندات، ولكن تم اكتشاف حدوث عمليات تحويل بقيمة 950 مليون دولار من حساب البنك لدى البنك الفيدرالي الأمريكي، حيث تضع بنغلاديش جزءا من احتياطها النقدية هناك، أي أنه تمت سرقة الاحتياطي النقدي للبلاد أثناء العطلة. كما أظهرت المطبوعات أنه تم إجراء 35 معاملة بقيمة مليار دولار، تمت الموافقة على 4 فقط منها بقيمة 81 مليون دولار، وسنوضح لماذا حجزت بقية الأموال لاحقا. والآن أصبح على موظفو البنك إلغاء باقي المعاملات التي تشكل الجزء الأكبر من المليار دولار. ولكن لسوء الحظ، كان هناك عطلة نهاية الأسبوع بالولايات المتحدة فلم يستجب لهم أحد، فلجأوا إلى طريقة أخرى وهي إغلاق نظام سويفت داخل البلاد. ولكن مدير البنك المركزي آنذاك لم يوافق وظن أنه عطل بسيط ولم يتعامل بجدية مع الأمر. ومن المحتمل بشكل كبير أن يقوم الفيدرالي الأمريكي بتحويل المبلغ بالكامل للحسابات التي أدخل المخترقون بياناتها، والتي تقع جميعها داخل دولة الفلبين، حيث أن الطلب جاءه من بنك موثوق أي بنك بنغلاديش، وأيضا حسابه الخاص يكفي لتحويل هذا المبلغ الهائل دون أي تعاقبات. وهنا ظهر ذكاء المنظمة القائمة بالاختراق، حيث أن عطلة نهاية الأسبوع في بنغلاديش تكون أيام الجمعة والسبت، في حين أنها تكون يومي السبت والأحد بالبنوك الأمريكية، وهذا يضمن للمخترقين المزيد من الوقت دون اكتشاف أمرهم. والآن أصبحت بنغلاديش على أعقاب كارثة اقتصادية هي الأكبر في تاريخها، حيث سرق للتو مليار دولار من احتياطي نقدها، وذلك لأن المخترقين في البداية قاموا بخداع موظفي البنك من خلال إرسال طلبات توظيف لهم إلى أجهزة البنك، وكانت تلك الملفات تحمل فيروسا فتاكا يمكن المخترقين بالتحكم الكامل بكافة حواسيب البنك. وعند الضغط على أحد ملفات التوظيف التي تظهر بشكل لا يدعو للشك، يبدأ الفيروس حينها بالانتشار ونقل المعلومات. وهذه كانت الحلقة الأضعف، وهي العنصر البشري. وبسبب اعتماد بنوك بنغلاديش على نظام حماية ضعيف، استطاع المخترقون الوصول إلى أجهزة موظفي التحويلات الدولية، حيث كانت بروتوكولات الحماية من الهجمات السيبرانية ضعيفة للغاية، وكان المخترقون حذرين من ترك أي آثار خلفهم. استغرق جمع البيانات ومعرفة كافة نقاط الضعف داخل البنك عاما كاملا، وهذا ما جعل إلى اليوم لم يتم القبض على فرد واحد من المخترقين الأساسيين، لكن تم القبض على خائنين. انتظر لتعرف. مع أول ساعة من عطلة نهاية الأسبوع، أجرى المخترقون تحويلات دولية لحسابات مجهولة بقيمة مليار دولار، ولكن لم ينتظروا حتى يكمل البنك الفيدرالي تأكيده لتلك الحسابات،
حيث كان أحدهم يقع في منطقة تسمى جوبيتر بدولة الفلبين، وهذا هو الاسم ذاته الذي تحمله شركة شحن نفط بحرية تابعة لإيران والتي بدورها تخضع لعقوبات أمريكية. فحدث الشبه لدى نظام البنك الفيدرالي، فلم يرسل باقي الأموال التي قدرت ب 870 مليون دولار حتى يتأكد من أن هذا الحساب لا يتبع لإيران. ولكن المخترقون كانوا قد أصابوا الطابعة بفيروس معين يسبب تعطلها لكسب بعض الوقت حتى ينهوا تواجدهم داخل أجهزة البنك بالفعل، ولم ينتظروا حتى وصول هذا التنبيه الأمني الذي وصل بعد ساعات فقط من خروجهم ومحوهم لأي أثر لهم. فإذا كان هناك شخص منهم رأى هذا التنبيه لكان أكد أنه تشابه فقط وأن الحساب لا يتبع لإيران، ومن ثم سيقوم الفيدرالي الأمريكي بتحويل المبلغ بالكامل. ولكن وبعد وصول 4 دفعات بقيمة 81 مليون دولار أصبحت بيد المنظمة لاستخدامهم بأعمال غسيل الأموال حتى يصعب تعاقبها. وأثناء التحقيق كان الخبراء يعتقدون أن هناك شخص ما أجرى هذه التحويلات يدويا، ولكنهم لم يجدوا أي دليل مادي يؤكد ذلك. فكان الحل الأخير هو الاعتراف بتعرضهم لعملية سيبرانية، وبدأوا بالتحقيق للوصول لهوية المخترقين. وبالفعل وجدوا تشابها قويا بين البرامج الضارة التي تعرضوا لها وبين تلك البرامج التي أصابت شركة سوني عام 2014 عندما أصدرت فيلما أظهر رئيس كوريا الشمالية بشكل ساخر، وحينها هددهم بقصف الأماكن التي تقوم بعرض الفيلم بالإضافة لعواقب وخيمة. وكانت المنظمة المسؤولة عن اختراق شركة سوني لازاروس، والتي اتضح أنها مدعومة بشكل مباشر من رئيس كوريا الشمالية، وهي المسؤولة عن عملية الاختراق الأخيرة، بحيث تطابقت الرموز المستخدمة في الاختراق مع تلك الرموز المستخدمة في اختراق شركة سوني. وأثبت الخبراء أنه من المستحيل أن يحدث هذا التطابق إذا كان المخترقون مختلفون. وبعد الكثير من التحقيقات وصلت الحكومة إلى أن مديرة أحد فروع البنوك الفلبينية قد تعاونت مع المنظمة لتسهيل حصولهم على الأموال وتجنب تجميد حسابهم، فتم الحكم عليها بسجن 59 عاما مع تغريمها 19 مليون دولار. ولكن لم يتم القبض على أي فرد من أفراد لازاروس حتى يومنا هذا، بالرغم من معرفة الجميع أنهم وراء عملية الاختراق التي هزت أركان دولة بنغلاديش. وعلى الرغم من نجاة من سرقة مليار دولار من الاحتياطي الوطني للبلاد، إلا أن بنغلاديش وحتى يومنا هذا لم تقم بتطوير أجهزة الحماية الداخلية لمنع الهجمات السيبرانية داخل المؤسسات المصرفية، وهذا يرجع إلى عدم اهتمامها بهذا الجانب، وترى أن الأمر بمثابة حدث عابر وأنه لن يتكرر مرة أخرى. أخبرنا برأيك، سنشهد حروبا رقمية واسعة النطاق بالمستقبل؟ واشترك بالقناة وفعل زر الجرس وتابعنا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. دمتم بخير. إذا أعجبك الفيديو لا تبخل علينا بالاشتراك وتفعيل الجرس.